متابعينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في حلقة جديدة من قضايا الساعة. زي تمثال الحرية، بس طبعا مش هيبقى تمثال حرية، هيبقى تجسيد للعجل المقدس. هيبقى تجسيد للعجل المقدس، والعجل المقدس معروف رمز السامري اللي هو رمز الدولار. الدولار تحول إلى العجل المقدس. فالفكرة الخطة دالت موجودة من القديم، مش مجرد 10 سنوات، يعني في تصورات ليها من أيام بن جوريون وقادة إسرائيل، وما زلت مكتبة العبرية ما بسيبهاش، يعني بفضل أحلل وأدقق زي ما تفضل الدكتور زعيمة بيحكي لنا، لما 17 سنة عشان يفك شوية طلاسم من تلمود الشفري. ندخل على المسألة دي؟ تمام، اتفضل يا دكتور. ماشي. كنا بنتكلم على الصهيونية قدس الأقداس، من الأشياء اللي فكها دكتور محمد عبد الصمد زعيمة عشان الناس تشوف أساتذتنا وتربينا على مين، وتشوف الفروق بتاعت الزمن، ولو أن يعني لا تخلو البلاد من علماء. في طبعا أشياء كتبتها، لكن يهمني إن هو إحنا عندنا فكرة، لما رب العالمين بيتكلم عن أهل الإيمان والتقوى والإخلاص، تصور جنة الخلود لما بيقول طوبى لهم وحسن مآب. كلمة طوبى أخذت، وكثير من المفردات الغربية مأخوذة ومنحولة من اللغة العربية، كثير جدا، يعني ياما مصطلحات أخذت من المواريث العربية والإسلامية وحتى القبطية وانتحلوها. الطوبة دي تحولت إلى كلمة إيه؟ الطوباوية بالطاء، أو اليوتوبيا. يوتوبيا الفكرة اللي هي إيه؟ المثالية، فكرة الخلود، فكرة مش لازم الخلود فقط، اللي هو أعيش في بحبوحة ونعيم مقيم بلا أي منغصات. فهم بيتكلموا الصهاينة، لأن الطوباوية أو اليوتيوبية أو الفكرة المثالية الأعلى والأسمى في هذا الكون هي الفكرة الصهيونية. ننتبه جدا حضراتكم المسألة دي. من أجل هذا بتشوفوا الصلف بتاع بايدن لما يقول أنا صهيوني، لما يجي التاني بلينكن يقول لك أنا يهودي، وطبعا يهودي صهيوني، والصهيونية في حد ذاتها كما قلنا الإبليسية. ناخد مصادق بقى من اللي كان بيقوله لنا دكتور زعيمة. قال لك الصهيونية الصهاينة يؤمنون أنها قدس الأقداس الجامع لكل صهاينة العالم، سواء أكانوا إسرائيليين يهودا أو صهاينة غير يهود وغير إسرائيليين. عشان كده هو أحد الناس اللي فككوا لنا في المصطلحات بين الإسرائيلي وبين اليهودي وبين الصهيوني. يعني الصهيونية فكرة، هي فكرة الأنا وفكرة إسرائيل المقدسة، والصهيوني غير الإسرائيلي ومن أصول غير يهودية، اللي هو الصهيوني غير الإسرائيلي ومن أصول غير يهودية، اللي هو زي مين؟ صهاينة العرب. صهاينة العرب، صهاينة الأمة الجميلة، خير أمة أخرجت للناس على رأي السلفية الإجرامية الدموية التكفيرية، اللي طلع الحسالة يكفرونا وبعد كده طفشانين لأن مش رجالة. بيقول حاجة غريبة، إن الصهيوني غير الإسرائيلي ومن أصول غير يهودية هو أقرب إليهم من اليهودي والإسرائيلي غير الصهيوني، لكنه مع ذلك يظل في مرتبة أدنى كثيرا جدا من الصهيوني اليهودي الإسرائيلي. كلام يحتاج لشرح شوية ولا نشرح للمشاهدين للسادة المشاهدين؟ بمعنى أنهم عاملين ترتيبة، الأعلى رقم واحد واللي ليس له مثال، ملوش زي، يعني الصهيوني. الإسرائيلي اللي هو يكون من نسل بني إسرائيل، يعني ماشي من السلسلة الحقيقي، مش دخيل على النسب، وفي نفس الآن يهودي الديانة،
متدين بالديانة اليهودية أو الموسوية. في يهودي مش إسرائيلي زي جولدا مائير، مناحم بيجن، برغم ان هم صهاينة لكن هم مش إسرائيليين، أصولهم من بلاد الخضر. طيب في ودول مرتبة أدنى طبعا من الصهيوني الإسرائيلي. في بقى الصهيوني غير اليهودي وغير الإسرائيلي، يعني ما هواش دينه اليهودية، يعني ممكن يكون مسلم، أعتقد ده واضح زي الشمس بقى، ما عدتوش محتاجين شرح، ويكون ممكن يكون غربي، وفي نفس الآن هو مش يهودي الديانة، وفي نفس الآن مش من نسل بني إسرائيل، ده مرتبة أقل، يعني أقل الأقل. ده بقى آخر حاجة، لكن في الفكرة الصهيونية مستخدم عن اليهودي غير الصهيوني، يعني قربوه، ما فيش مانع ضخ أموال، زي سؤال كده أثير على إحدى الدول إن سمح لها بمليارات ممليرة وخزائنها تنتفخ انتفاخ هائل ومبانيها ترتفع كده زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الأطهار، مش عايز بقى يعني زي ما بيقولوا الذكي يفهم واللبيب يفهم بالإشارة، إن إزاي خدوا الإذن، إزاي برغم إن هم حضر يا فندم تمام يا فندم ما يقدروش يخرجوا عن الطوع. يعني أسئلة بنطرحها للعالم عشان يشوف الحقيقة، عشان الشعوب بقى تفوق من الغيبوبة والهلوسات اللي شغالة عليها وقاذورات الفرقة 8200 اللي مالوا بيها الميديا في مصر والأمة العربية من محيط الخليج، أسامي إسلامية ومسيحية وصهاينة صهاينة أولاد صهاينة اللي هو مستخدمين في اللعب بقى بعقول الناس، وبالذات في علامات الساعة اللعب بيها والعبثية ويدخلوها بقى، ولدرجة بيسموا بعض القنوات ايه قنوات ايه آخر الزمان، آخر ما فيش حاجة من قنوات آخر الزمان، يعني ما فيش حاجة يعني حتى الكلمة الإكسبريشن المخترع صهيوني صرف، يعني قناة الإمام المهدي، قناة كل دي مخترعات صهيونية كلها عبث بعقول الناس وبتقدم العبث والأضاليل، إلا بقى يعني النابه هيخرج من الهبل ده. ف كده تبقى الناس فهمت ايه الترتيبه. ناخد المفاجآت بقى، بروتوكول التعامل ده يهمني، الله يرحمك يا دكتور يا محمد عبد الصمد دايما ويحفظك يا دكتور محمد خليفه حسن. بروتوكول التعامل مع الصهيوني غير اليهودي سواء من العرب او من اي قوميه اخرى انه صاحب دم غير مقدس. نفهم من ده ايه؟ ان الصهيوني صاحب دم مقدس. لاجل كده الخنزير جالنت لما يقول ان دول حيوانات بشريه، لان بيعتبر نفسه دم مقدس، هو دمه مش مقدس، بينما هو اصله مش من بني اسرائيل جالنت، يعني ابوه وامه جايين من اوكرانيا برضه بس الصهيوني صهيوني، لكن حتى في التنظيمة الصهيونية بيعتبر أقل من الصهيوني الإسرائيلي. يعني أعتقد علوم أول مرة الناس تسمع بيها يعني. طيب إنه صاحب دم غير مقدس وليس له أي امتيازات، الكلام ده بقى لإخواتنا العرب من المتصهينين، لأن أنا مؤمن باب التوبة مفتوح، اللي عايز يتوب ربنا سبحانه وتعالى ما وضعش حاجب على التوبة، باب التوبة مفتوح لا يغلق بالليل ولا بالنهار، وبينادي سبحانه وتعالى أما من تائب يعود إلي، يعني الأبواب مفتوحة قبل أن يأتي الأجل. دكتور بخصوص جزئية الدم المقدس، هل دي ليه علاقة بموضوع الكأس المقدسة اتكلمنا عنها في حلقات سابقة وجينا كنا هنكمل، والكأس المقدسة بس عشان برضو نوضح طبعا رمز من رموزهم، ده بيتكلم ان في تقريبا يجمع فيه دم السيد المسيح، سيد المسيح من على الصليب. طبعا ما هو بقى ايه بيلعبوا اخواتنا المسيحيين بعواطف اخواتنا من المسيحيين، علشان كده هم في المنظومات بتاعتهم لما بيتكلموا عن الملك الألفي الملك الألفي بيتكلموا ان اغلب المسيحيين هيدخلوا في اليهودية،
ويبقى الباقين للضلال اللي هو المسيحي. بيحاول حتى يسرق فكره ان كله هيدخل الاسلام او يا فندم، ما هي نفس المساله بيطبقها مع الاسلام، بيطبقها حتى مع بقايا المذاهب السماويه والاديان السماويه القديمه اللي هو التوحيد القديم اللي هو بقاياه في الكونفوشيسيه والبوذيه والجينيه والهندوسيه، قولوا ما شئتم يعني حتى المجوسيه ما اصلها دين سماوي وتم تحريفه. كل الدين لله سبحانه وتعالى، ان الدين عند الله الاسلام، هو ده الدين. كونه يلبس اثواب اخرى مع الزمن ويتم التحريف، دي قصة أخرى وقضية أخرى، أعتقد اتكلمنا في بعض حلقات فيها وفي اللي يأتي وقت إن شاء الله. فهي فكرة سرقة الرموز، هو الصهيوني يجيد التعامل مع كل المنظومات زي الماسون. الماسون عندهم مبدأ، وإحنا قلنا الصهيونية هي أبو الماسونية وليس العكس زي ما حاولوا يروجوا عن طريق شوية الدعار بتوعهم والدائرات. الفكره هي ان هو بيسرق الرموز بتاعتك، زي ما الدجال سرق الرمز بتاع الهرم وحطه على الدولار وانفردنا الحمد لله واتسرقنا فهم رسمي نظمي من الحاجات المضحكات لدرجه من الانفرادات لله الحمد. لما والله الهاما عديت الطبقات الخطوط بتاعه الهرم المعموله لقيتهم 13، الزيتون اللي في قبضه النسر 13، تقليمه العلم اللي على النسر الامريكي 13، الحراب 13، ومع دراساتنا وتوفيق الله سبحانه وتعالى وصلت ان هم الاصباط ال 12 والقبيله 13. القبيله 13 اللي هي يعني يعتبروها تايهه يعني، بينما هم توهوا الكل بعد كده عشان يلعبوا لعبه اخرى وتفاصيلها قادمه ان شاء الله. فكان من الانفرادات وسرقنا فهم رسم نظمي يعني، لدرجه حد مره في صحيفه وبكل اسف تشوفوا الدقن وما شاء الله عليه، خد المقال ما فيش شهر شهرين بس عرف ان انا مسافر يعني 12، لان هو اللي اكتشف الاشياء دي. أمة خير أمة أخرجت للناس، شوية حثالة رعاع بيفسروا القرآن على مزاجهم يتجروا بيه ويعبثوا بعقول الناس، والحقيقة إن رب العالمين الله بيتحدث، ما بيتحدثش عن أمم حثالة، بيتحدث عن أمم جادة تأمر بالمعروف حقيقي. المعروف المعروف يعني لما أشوف أهلي في غزة هنا أنتفض وهم بيهانوا وبيقتلوا وبيذبحوا، أنهى عن المنكر أيا كان منكر، هو في منكر أعظم من اللي حاصل سفك الدماء والإبادة وعمل الإبادة؟ فين بقى هي دي؟ فين هي؟ إنما كما قلنا الله بيقصد ناس معينة، وهم آل البيت بالتخصيص، خير أئمة أخرجت للناس، وهم خير أمة بلفظ أمة ألف ميم مشددة والتاء المربوطة زي ما قلناها. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. حقائق دي لازم الأمة تعرفها عشان ما يجيش بقى واحد متمشيخ يخدع الناس بدأنه وجلبيته، وإن الذين والتي والذين، وبعدين كده نجهد في سوريا ونسيب فلسطين، حاجات يعني حسبي الله ونعم الوكيل. نشوف بقى سيادتك بروتوكول التعامل مع الصهيوني غير اليهودي سواء من العرب أو من أي قومية أخرى، هو أنه صاحب دم غير مقدس وليس له أي امتيازات سوى استخدامه مجرد خادم تحقيق الطموح الصهيوني المقدس. إيه الطموح الصهيوني المقدس؟ أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، كو أمر يهوى إلهيك، هكذا قضى الرب. عشان كده طلع نتنياهو يقول للسادة العظماء اصمتوا اصمتوا وإلا. فهنا يبين غزة فاضحة، دي غزة سيدنا هاشم مش هزار، هذا الدم دم الهاشمي كأنما دم سيدنا النبي بيسفك، دم سيدنا عبد الله اللي أقام في غزة والد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله، سيدنا هاشم قتل فيها من الصهيون الأول القديم. تحدثنا في ده مع ناس صهاينة، تحدثت ده مع ناس صهاينة عشان أحرجهم وبين أن أنا كشفهم، والوجوه الكالحة كانت تبقى يعني عمالة تضرب نار في نفسها. الحقائق بنقدمها بعلم وبنتحدى أي حد يجادلنا في هذا العلم.
بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقائق واضحة الآن تمشي على الأرض بتجسد اللي احنا بنقوله ده واللي كتبناه من 40 سنة، والحمد لله لا نبغي جزاء من أحد ولا شكورا، الحمد لله جزاءنا عند الله. وحقا هو أقرب من اليهودي غير الصهيوني، لكنه ليس بمرتبة اليهودي حتى لو كان غير إسرائيلي أو غير صهيوني، لأن الدين اليهودي هو ممثل الإله. يبقى دي نقطة نقف معاها برضو، إن اليهودية كدين دي تمثل الإله. في واحدة ممثلة فنانة الله يرحمها يعني، كانت حبيبتي للأمانة، وهي يهودية تحت ضغوط معينة اضطرت تسمي نفسها باسم مسلم وأسلمت للأمانة، لكن كان لها صديقة يهودية مقربة من عائلة معينة. الصديقة دي التقت بي 3 مرات. أحد المرات لما بدأت تاخد عليها شوية بدأت تقول لي أنا بدأت أقرأ في الأديان بتوسع، لكن اكتشفت بصراحة أن الدين اليهودي هو خير الأديان. فضحكت قلت لها يا ستي يعني أديان الله خير، إحنا عندنا لا إكراه في الدين، بس ممكن تعرفيني عشان أنا عايز أتعلم، عشان لو عجبني يمكن أسيب الإسلام وأدخل عندكم. فهي فائت لكلمة عندكم، إذا أنا هي طبعا ما كانش تقال لي إنها يهودية، فحست إن أنا كاشف الموضوع. فقلت أنت ذكي جدا، قلت لها يعني بيتقال كده أحيانا، قلت لها حق اقنعين اليهودية هي خير الأديان. تحب نبدأ بإيه؟ برأس أي دين؟ الألوهية. انتم عندكم الاله، اله بتاعكم ملاكي، اله نقى ناس معينه واصطفاهم على البشر. احنا هنا مش هنتكلم على سيدنا موسى كنبي ولا طبقات انبياء بني اسرائيل، لهم كل التعظيم والاجلال زي ما امرنا ديننا في الاسلام، لكن انا بتكلم عن كل من هو اسرائيلي، وانتم وسعتم الموضوع وخليتوها كل اليهود ان انتوا شعب الله المختار. قالت لي طب ما القران بيقول كده. قلت لها القران بيقول كده بس بيتكلم عن الزمن بتاعكم، الزمن اللي هو بني اسرائيل تحملت مسؤوليه الدعوه، زي كده قوم نوح لما تحملوا مسؤوليه الدعوه، لما خانوا الامانه ربنا اغرق الارض. عندك قوم صالح، قومه يعني لازم نفهم ان في تراتبيه، أمم على مدى التاريخ من بعد زمني. سيدنا آدم نعم تسلسل زمني أمم، وربنا سبحانه وتعالى بيصطفي من مجموعات الأخيار. البشر أنقى ناس فيهم يرودوا البشرية، يا إما الأقوام بتاعتهم تسمع كلامهم يا بتخالفهم. أنتم دبحتوا الأنبياء، والشاه بدأ يروح ألف لون. في النهاية يعني قصة طويلة، مش يعني شوفوا انتوا اتخذتوا معاها، لكن فيها تفاصيل ممكن يبقى نكتبها في كتاب. وهذه المرأة حية ما تقدرش تنكر الكلام. ففي مرة بتقدم تقول لي على فكرة أنا عندي مكتبة مش عند حد، فبتعزمني على الزيارة يعني. وتدخلت واحدة لطيفة جدا، قلت لي فيها إيه يعني يا محمد؟ يعني ما فيهاش أي حاجة يعني، حتى كده يبقى نوع من القربة، تبقى بينكم صداقة على أي شاكلة كانت. فالعصابة كانت قدامي مفضوحة جدا، ودي على فكرة مش أول حاجة تتلعب معايا، زي البت اللي كان زقوها كروشنال دي العبيطة دي ومتسجل لها، بس لولا واحد قال لي يعني انتوا قال البيت يعني هم حمقى بالداعر بتاعهم البورص بتاع السويس ده ابن رسمية العاهرة اللي شمعون بريز يعني جايبه رسمي فهمي نظمي واتضرب على قفاه، وغيرهم مضروبين على قفاهم، وحسابهم بعد التسجيلات اللي جت هتكشف للأمة مين الصراصير دي كلها. في واحدة من الموساد الإسرائيلي فهم رسمي نظمي، أول مرة أقولها، في كده يعني معايا في صحبة، فنازلة من بيتي بس طبعا مع أهلي يعني، يوم يومين في ضيافتي، كم العروض المالية غير عادية، لأن طبعا كانوا ضاربني في حاجات معينة،
ففي حد بيقول لي يا فندم احنا لولا هبتك من جمالها منقيين حاجة مخصوصة جدا، لولا هبتك حضرتك كده لو اتلفت كنت هتلاقي فيلم بتاع التجربة الدنماركية اللي انا طالعين ورا حضرتك. والله زي ما بقول لحضراتكم من الحاجات يعني ايه اللي توريكم ان الصهاينة لما بيبقوا تعبانين مع حد بيحاولوا استخدام كل الحيل كل الحيل، ما عندناش نقاط ضعف. لا انا بقول هم بيحاولوا يكشفوا طبعا بيتوهموا بقى ياما زي ما جاء مراسل من الفاينانشال تايمز مره وقلت اسمه جوشوا مش هكمل ايه حضراتكم ألمك، بس يعني مش هنكسره بس هنحول كتبك لخيال علم. هما مش عايزين الأعور بعد ما اتفضح بالمنظومة الفكرية بتاعته واللي أسهم فيها تربية الحمد لله وأهلي زائد أساتذتي وجامعة القاهرة العظيمة والمنظومات العلمية والفكرية والاستخباراتية كلها من العميد محمد حسن داود للفريق التهامي لأفزاز علموني. هذه المنظومة دمرت فكرة عندهم تعبهم ومؤرقهم واعترفوا ان الكتب هي المشكلة، ان الراجل ده عامل الكتب هي المشكلة فعلا، هتظل تؤرقهم لغاية لما تنتهي هذه الدويلة اللي بترود فكرة الصهيونية. طيب نشوف بقى ان احنا قلنا ان الدين اليهودي يمثل للإله، يعني معناها خلوا اليهودي اي يهودي بقى. هنا الكلام بيفسر نفسه، بيفسر كلام الوثائق بتاعتهم اللي هو ان اليهودي غير الاسرائيلي صحيح مش قريب مننا قوي لان ممكن يبقى ضد الصهيونية، وان التاني اقرب لكن للاستخدام في الخدمة بس يعني عبد. شوفوا موضوع شائك، واتمنى بقى حضراتكم يعني ايه تركزوا فيه ونعيد فيه عدة حلقات لأنه خطير ويوري الجماهير كلها كيف يفكر هؤلاء العصابة الإجرامية اللي عمالة مسخرة الأمة العربية ومسجداها حاجة يعني حسبي الله ونعم الوكيل، في ناس عاملة نفسها أفزاز. هنا بقى بيشرح بيقول القرب هنا يعني الأفضلية في استثماره واستخدامه كالعبيد والإماء لأكثر. عشان كده الصهيوني مباح له الزنا بأي امرأة مدام الجويم، حلال مباح خد راحتك انت صهيوني تبقى أساس يهودي يعني مباح لك نص ونص. الصهيوني إسرائيلي يهودي لا مباح بنسبة 200 في كل نساء العالم. عشان كده فكرة الجنس المفتوح والإباحية والمثلية الشغل الصهيوني تقدروا تعرفوا مين الأعور الشاذ. حضرتك كتبت ان هو من صنع الإباحية في كتاب أمريكا التجمودية. نعم عشان كده تعبهم الكتب تعباهم وصاحب الكتب تعبهم أكتر. ده لسه لما نفضح القضايا اللي اتعملت وخسروها يعني لسه لها وقتها، بس نوري الناس. المضحك بورص يقول لك عايز 100,000 جنيه، اصل بيقول ابن رسمية، اصل بيقول صهيونية، ومدافع هو عن الاسلام. الله مهزلة مهزلة، شوية صراصير اوساخ اقدار، بس العيب بقولها مش فيهم، العيب في اللي حاميهم، والعيب في يعني رعاع قاعدين عاملين نفسهم رجاله وهم بيحموهم باوامر سفيره. شفنا دول من امريكا الجنوبيه تطرد السفراء، ولكن الحمد لله خير امه اخرجت للناس برضو الحفاظ يا اخي العلاقات الوديه والطيبه. بروتوكولا لابد من اعتناق الصهيوني غير اليهودي وغير الإسرائيلي. هنا الصهيوني حتى غير اليهودي وغير الإسرائيلي يعني الصهاينة العرب لازم يعتنق فكرة المملكة الصهيونية اليهودية الإسرائيلية التلمودية التوراتية المقدسة الألف عامية اللي روج ليها بورص السويس، والأقذار بيحموه لما يروح تليفون لحد في مباحث النت
وضابط يقول لي لا والله ده الراجل ده رئيسي ده راجل محترم. رحت بعت له الوثيقه اتفضل. بيقول اصل ما فيش حاجه موجوده والشتايم موجوده قدام الكل. العهر القاذورات والنجاسات موجوده قدام الكل. بس هذا وطني بكل اسف. لكن لا يا مصر بس ان شاء الله هتتطهر. المملكة الصهيونية هي سر الحياة بالأرض التي أرادها السيد الإله المتجسد في ملك الصهيونية. يبقى البورس والحسلات بيدعوا لمين؟ للدجال. عشان كده حربهم على سيدنا الإمام المهدي وأحاديث سيدنا النبي والقرآن وربنا بيخاف. ما هو طبعا فكرة المودي ده متجهز لهم حاجات إن شاء الله العالم هيضحك عليهم واحد واحد وواحدة وواحدة وكل عملائهم هنا. فضيحة جاية والدولة بقى لها دور. ملك الصهيونية هو الذي يقرر الخلود بحسب أوامر السيد أدوناي في الصورة التي يشاء. هنا بقى أدوناي اللي هو السيادة العامة، يهوى رب الجنود اللي هو دلوقتي بيقود معركة غزة. مقر الحكم هو أورشليم القدس. يبقى إذن مش هيسيبوا فلسطين. يبقى إذن لما احنا حتى بنتكلم مرحليا عن الدولة اليهودية والدولة الفلسطينية هم لن يقبلوا. وإذا قبلوا هيتردد الكلام اللي سمعتوه أصلا منزوعة السلاح. يعني إيه منزوعة السلاح يعني نفهمها في أي عقل في أي منطق. والتاني بقى هو مسلح. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل الخيانات اللي هي ماشية رسمي فهمي نظمي. سوف يكون القانون هو القانون الدولي الأوحد بالعالم ولن يكون هناك قوانين إلا منبعثة من الدين الصهيوني. على فكرة في كلام كتير بس يعني أكتفي بهذا عسى إن الناس يعني إيه تكون استوعبت لأن الأمر جلل. ففكرة بقى الدولة منزوعة السلاح يعني بالمنطق وبالعقل وبعد كل الجرائم دي اصلا بالنسبه لنا يعني لو حد بيسالني عن حل الدولتين بالنسبه لنا مرفوض. يعني بعد الاحداث اللي حدثت دي واعمال الاباده والاجرام والقاذورات الخنزيريه من خنازير في هيئه بشر ودي الحقيقه لا طبعا الكلام ده مرفوض. ولذلك المقاومه نفسها رفض مسألة الدولتين وبصراحة أنا معاهم. أنا برغم كنت بقول مرحليا بالنسبة لنا كمفكر لا بس فتاوانا خلاص فتاوانا وهم نفس الصهاينة بإجرامهم اللي صنعوا هذا. أيضا بوجه للإخوة اللي بيتكلموا على الدولة منزوعة السلاح دي بأي ضمان أنت هتضمن لي كفلسطيني ان انا عايش في امان؟ يعني ابسط شيء ودي بواجه بيها الامة وبواجه السادة الخبراء رجال الاجهزة عندنا والخبراء الاستراتيجيين في الامة كلها. السلطة الفلسطينية هي تعتبر مش ممثل لدولة فلسطين الوهمية ومنزوعة السلاح بدليل المفروض ان هي مسؤولة عن السيادة في الضفة. طيب الضفة الآن مزروع فيها ما يقرب من 1,100,000 مستوطن يهودي مسلح في نفس الوقت الفلسطيني غير مسلح إنما بيسلح نفسه من تحت لتحت. الشيء الآخر لما تكون الضفة تحت الهيمنة الصهيونية وكل يوم اقتحامات كما يراها الناس طب ما هو ده الحل اللي انت عايز تعمله في غزة بكلمة منزوعة السلاح. ازاي منزوعة السلاح وانا امام عدو مجرم وادي تلمود وادي توراته؟ هي تصريحاتهم متناقضه اصلا لان لسه من كام يوم كانوا بيتكلموا ان الاسرائيليين المدنيين يتحركوا باسلحتهم لان الاسلحه هي حمايه للانسان. ده الغريب ان هم اصلا المستوطن مسلح بس عشان الناس استمرار التسليح لما قال بن جفير في دراساتنا دي حاجه مهم اجيالكم تعرفها والاطفال الصغار في الامه يعرفوها. الدولة العبرية أو الدويلة العبرية في حقيقتها تأسست على فكرة جيش مسلح تنبت له دولة بسرقة أرض الغير. دي الحقيقة. يعني عصابات ثم كونوا هذا الجيش اللي بتشوفوه
وفي نفس الآن تيجي لما شفتوا حضراتكم في بداية لما قالوا بقى هنعمل عمل بري استدعاء الاحتياطي استدعوا 360,000، دول إيه؟ دول حضراتكم تتصوروا إيه؟ عبارة عن ضباط، مهندسين، صحفيين، فنيين، مزارعين، مهندسين زراعيين، خبراء، يعني في كافة فئات المجتمع بتاخد دورات عسكرية ثم تستدعى للتجنيد. يعني وده سر أحد أسرار يعني الانهيار اللي فيه الدولة العبرية لو طالت الحرب. هم تأسست في فكرتهم على أن هي تعمل حرب خاطفة ما تطولش، لأن الدولة هتتعطل كلها. النهاردة في ناس مش عايزة ترجع الجيش في الصراحة اللي حصلت دي، في ناس متمردة، في ناس اتطردت، هل في طردهم لما قالك ان احنا ما فيش حماية بتحمينا فمرضيوش يتقدموا وانسحبوا. حقائق مزرية مع الوقت والتحقيقات الناس كلها هتعرفها. فهي الدولة دولة مستوطنين مسلحين، كله مسلح. يبقى ازاي انت عايز ان انا اقعد كده بلا مخالب ولا انياب؟ الشيء الثاني اعتقد الفكر اللي قدمناه نؤصل له بقى في كتاب المفاجأة، خلي الناس تقرأ شوية. هضرب امثلة بسيطة. الحاخام إليعازار بيدرس دائما لليهود بعض حكمه الخاصة واشهرها السيف والقوس زينة الانسان اليهودي، والسيف الان هو البندقية والمسدس. يعني بيشرح له دم الغريب على يد اليهودي اللي هو الجويم، جويم يعني غير اليهودي، بالنسبة للفلسطيني بقى دم الفلسطيني عشان بقى السادة بتوع دولة منزوعة السلاح. دم الغريب على يد اليهودي أعظم قربان للإله. أتمنى السادة اللي بيدعوا للدولة منزوعة السلاح بيردوا على الكلام ده. ده بيدرس للأطفال الصغيرين، والحقامات بيدرسوه بقى للي هيتجندوا، الشباب اللي بيتجند وبيبقى ضباط بيقاتلوا. الشيء الثاني، السيف مثله عند رب إسرائيل مثل التوراة، فالإثنان نزل على اليهود من السماء. عشان كده عيب قوي على أي دولة تحط لا إله إلا الله محمد رسول الله وسيف تحتها. طب ما يتحط المصحف، احنا يعني ديننا دين فكر مش دين سيف، والسيف عندنا هو للردع للحماية، وهو يأتي نمرة اثنين للحماية، لكن المقدم كتاب شاء الله ان تبقى المعجزة العظمى لسيد الخلق صلى الله عليه وآله الأطهر فكر، فكر فكر يناقش ويبقى فيه حوار فكري فيه كتاب. كتاب ما هو كان قادر يعني ان 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 يخلي الارض تنشق لسيدنا النبي. في معجزات ماديه برغم كده ما بنتكلمش فيها كتير. ليه؟ لان الاشاره الربانيه ان البشريه نضجت على راي شيخنا الشيخ محمد الغزالي، عقلت بقى البشر وصلوا من المستوى النضج الفكري ان هم يفهموا. حتى اللي بيجي يخادعهم بالاعلام المخادع اللي شفتوه على مستوى العالم والميديا والانحياز الاعمى للصهيونيه، ومجرد تذكر فلسطين او شيء تتحارب حرب شعواء، كل ده سقط مع وعي الشعوب، لان في فكر، في قراءه، في حوار، في ثقافه للانسان. نشوف برضو لن يرضى عنا الاله، انا بتكلم على حخامات اللي هو كلهم بيقبلوا ايديهم، لن يرضى عنا الإله إلا إذا كان لدى اليهودي الاستعداد النفسي، شوفوا اللي جاية دي، لأن يقدم سائر سكان الكرة الأرضية من غير اليهود على مذبح رب الجنود يهوى. تدريس للجيش، تدريس للجيش الصهيوني، ده اللي بيتدرس عشان السادة بتوع دولة منزوعة السلاح. وكان مشي ديان، مشي ديان يدرس لجنوده ذبح العرب هو قدر جيلنا. ما شاء الله عليه، هو دي مسألة قدرية، الإله يهوى رب الجنود فرضها علينا، احنا اتحطينا في وضع ما كناش عايزينه. زي لما جلدة مئير أثر عنها الكلمة الشهيرة بتقول ان احنا مش هنسامح العرب ان هم اجبرونا نقتلهم، يعني فلسفة صهيونية حقيقية. فمشي ديان بيقول ذبح العرب هو قدر جيلنا وخيار حياتنا
وإن سقط السلاح من قبضتنا راحت منا نسمة الحياة. عشان كده اليهودي عايش دايما في قلق، وهو اللي بيعمل القلق لنفسه وللآخر، لأن يؤمن أن الآخر ده عبد لي، أرضه مباحة، عرضه مباح، ماله مباح. من هنا بعلق بقول، من هنا أصبح اليهودي أيا كان عمله محصنا عقليا بعدم حب غير اليهود وبالذات العرب، محصنا بالسلاح وحب إراقة الدماء، سواء أكان فلاحا أو صانعا أو حتى مدير بنك، من اللي هو عادل إمام نصب عليهم في بتاعة اسمه نجع طل. إلا من رحم الله وقليل ما هم. وغدت كل المؤسسات في إسرائيل حتى المدنية مؤسسات عسكرية بنسبة 100%، إلا أنها ترتدي زيا غير عسكري. طيب، يعترف جوزيف وايدز ممثل الوكالة اليهودية المسؤول عن أعمال الاستيطان، هو وغيره من زعماء الصهاينة، أنهم خرجوا بعد البحث والتحليل لكل الأمور بنتيجة محددة لا يوجد سواها. مفاد هذه النتيجة أنه ليس هناك مكان يتسع لكلا الشعبين اليهودي والعربي. لازم نفهم دولة منزوعة السلاح. طيب، حسب آخر الإحصائيات الإسرائيلية في الاستبيانات العامة، تأكد أن 90% من الإسرائيليين مقتنعون تماما أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة، ومن ثم فإن أمثل الأساليب معهم الردع والعنف والعقاب والإبادة. ده اللي بيحصل، كلام ده شوفه مكتوب من إمتى. وأن العرب قوم فرديون مفككون يميلون إلى الكذب والمبالغة وخداع الذات. ما الكذب اللي بيعملوه ده إيه؟ ندعي على قوات حماس إن هي خدت أسرى واغتصبت وذبحت الأطفال وقتل، وكله كذب في كذب، ورئيس دولة كبير يقف يكذب وبعد كده يقول لا خدعوني، وتبقى الأثيرات خارجين الصورة لا تكذب. ده كذب لحد دلوقتي، انه مقتل شخصية كبيرة بالجيش الإسرائيلي او شخصية مهمة يعني بالجيش الإسرائيلي، وحماس اختطفت الجثة. سبحان الله، ما هو ممكن يكون قتل في الميدان عند حماس وبتاخدهم عشان هتفاوض زي ما هم واخدين جثث. طب هنا المعاملة بالمثل، ده بيدينهم مش طبعا يعني المعاملة. وبعدين هو انا النهاردة واخده من تخاطف اهلي واسر ناس، ده كم الأسرة اللي هو بنسميهم غير الاعتياديين، يعني ما فيش تهمة، بيسموه إيقاف إداري. يعني إيه إيقاف إداري؟ هو شكلك مش عاجبه، شكلك مش عاجبه، هو سجن، لا في تحقيق ولا في تهمة ولا أي شيء. هو آلاف على الأقل حماس لما هتاخد الجثة هتفاوضك عليها، إنما أنت بتسرق الأعضاء يا فندم. ده سرقة أعضاء، يعني استغفر الله العظيم، غير سرقة الأعضاء أعمال الإبادة. لما شوف أطفال بتحرق وفي نفس الآن الأسيرات تخرج مكرمات، الصورة ما بتكذبش. ده البنت خارجة وشها فيه البشاشة وواضح، يعني واكلة كويس ونايمة كويس ولابسة كويس وبتقول لهم باي وهي مبسوطة جدا. طيب النهاردة الإعلام الإسرائيلي الأمريكائي محرم ده، مدين تعليمات والجيش الإسرائيلي مدي تعليمات إن ممنوع أي حوار مع الأسيرات اللي خرجوا، ممنوع. يعني اللي بيتفلت ده بيتفلت. من الأشياء المذهلة إن هارتس، صحيفة اللي هي يعني بتحاول تحافظ على مصداقيتها، في تهديدات ليهم إنها عايزة تتقفل، لأنها بتطالب بنشر الحقائق دي، بتطالب بنشر حقائق عن المصابين منهم، بتطالب بنشر حوارات مع الأسرى والأسيرات وتتقال كلمة الحق. ليه؟ الصحيفة دي لما تأسست كانت الفكرة الصهيونية عمالة تتأرجح في الهواء، يعني تأسست في عشرينيات القرن الماضي، ظهرت ولمعت في ثلاثينيات القرن الماضي، يعني قبل إعلان دولة إسرائيل. فبتحاول تحافظ على يعني المصداقية بتاعتها على قد ما تستطيع. برغم هذا نشوف بقى لما بيتكلم على العرب، شوفوا التهم والشتائم. والعرب بالمقارنة بالإسرائيليين،
يعني ما يقدرش ينسى الحكاية دي، لازم يحط نفسه في المضاهاة، هو صاحب السلاح وانت عايز دولة مش منزوعة السلاح. شوف بيبصوا ازاي، هم بالمقارنة بالإسرائيليين كسالة وجبناء وخونة ومستوى ذكائهم منخفض، وعلى الجملة هم أدنى من الحيوانات. الكلام ده كتبه اعتقد كان جالنت، يا اما لسه في الثانوي تقريبا ممكن الكتاب ده يكون صدره في ثانوي، بيقول كلمته لما اصبح وزير حرب، او هم ادنى من الحيوانات. فانا بتكلم بقى، ولاننا نحن العرب والمسلمين نخدع انفسنا فعلا لجهلنا، لجهل اغلب الامه يعني، او لطيب اغلب قلوب الامه، ونتوهم ان عدونا قد يتغير، لاننا وقعنا على معاهدات سلام معه. طب ما هو السلام على حبر على ورق، واحنا قلنا وقلتها واشهد واجدادي وابائي واعمامي والسادات كان بيجي يدورنا انه عارف ان ده عدو وان في حرب، وحتى لما كان يقول دي اخر الحروب كل ده خداع. والمجالس الخاصة يعني ما يقوله ملك في الخمر واكثر، هو عارف يعني صهيونية، مش ما يقولوا لي هنا كيسنجر خدعوا العملاء الصهاينة. فبقول فقد أعلنها أحد كبار الضباط في إسرائيل صريحة على الدنيا في مجموعة قصص الأطفال، بطلها كلب بوليسي على درجة كبيرة من الذكاء، بيقول إحنا بنربي كلاب بوليسية على درجة كبيرة من الذكاء تفوق ذكاء أي مسلم أو عربي أو أي فلسطيني أو أي جويم، هكذا يفكرون وهكذا ينشئون أطفالهم. وفي التلمود سأل إسرائيل إلهه، لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ فقال له، لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم، وهذا هو القانون. لهم تفوقوا على إبليس. بعلق بقى، مهم الناس تشوف العبد لله كاتب لهم ايه. ليس كامب ديفيد وحدها ولا اتفاقات أوسلو، بل وعشرات ومئات وألوف من هذه الاتفاقيات تعبر الآن عن عدم التزام بالسلام حاليا ولا مستقبلا سيلتزم به الإسرائيليون، ولا تعبر مطلقا عن اتجاه نفسي أو روحي أو حتى عقلي لهم. فالمنظور الإسرائيلي اليهودي يرى في أي اتفاق مع الجويم، عشان نفهم حكاية دولة منزوعة السلاح وغيرها من أي اتفاق قادم، بس الكلام ده للأمة جمعاء بدينهم بي أمام الله والقادة قبل الشعوب. المنظور الإسرائيلي الصهيوني يرى في أي اتفاق مع الجويم مجرد وسيلة تكتيكية لتأمين الدولة اليهودية العنصرية، دولة الأنا، دولة اللي هو نتنياهو بيتكلم عليها، الدولة القومية اليهودية، واللي بيتكلم عليها بن جفير وسموتريش، وحتى لو خرج وغيرهم موجود نفس الفكر، وإفساح الوقت أمامها. يعني أي اتفاق حتى بما فيه حل الدولتين هو مجرد إفساح الوقت أمام الدولة الصهيونية، إما لالتقاط أنفاسها أو تنفيذ مخططاتها بهدوء بأسلوب يتناسب والأنماط العصرية السائدة. فاليهودي الصهيوني مؤمن بذاته أولا، ثم مؤمن برغباته ثانيا، ثم هو مؤمن بضرورة إطالة حياته والتشبع بكل الشهوات في كل لون. فالتوراة تقول له إنه السيد وحده، وكل أبناء آدم الآخرين ما خلقوا إلا ليخدموه عبيدا، ومن حقه أن يجود عليهم بما يشاء من فتات الحياة، عدم إبادتهم، بمنعهم لقمة الخبز أو إعطائهم زي ما احنا شايفين سياسة التقوية. هم بيتكلموا على الرب بتاعهم، بيتكلموا على الفكرة الصهيونية اللي أوحاها الرب بتاعهم. أنا بتكلم عن الرب بتاعهم اللي هو الدجال وإبليس. طبعا
هي دي الحقيقة. هي دي الحقيقة. من هنا أرى أن الصراع بيننا وبين الصهيونية هو صراع من أجل الوجود ذاته، ودي الحقيقة. اللي بيحدث في غزة النهاردة ده عبارة عن إبادة، يعني محاولة محو اسم غزة واسم فلسطين من الوجود، وهم بينظروا لنفسهم بنفس المسألة. قال لك إذا حرب وجود، لا طبعا ما كانتش حرب وجود. يعني في كلام كتير هقوله بس عشان مسألة السادات، فبقول أرى أن السادات ولا يجوز عليه غير طلب الرحمة له، إما كان مسرفا على نفسه في التوهم فيهم، أو أنه أو أنه كان شديد التخابث على اليهود عندما صرح أن الصراع بين العرب واليهود ما هو إلا نتيجة حواجز نفسية بإسقاطها يسقط الصراع ذاته. هو فعلا قال كده، تكلم عن همحسومها نفسي، خدناها وقتها في العبرية، الحاجز النفسي، همحسومها نفسي. وأرى والله أعلم بالحقيقة أن السادات كان متخابثا أكثر منه متفائلا، لأنه يدرك جيدا أن بلاد العرب ضمت العرب واليهود، وأن اليهود عاشوا أجمل أيام حياتهم في بلاد الإسلام، وأن الإسرائيليين أنفسهم منهم العرب وبعض اليهود عرب وغير عرب، كما أن السادات يدرك جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوجه الحقيقي لإسرائيل، وأنها إسرائيل الكبرى، وأن التعبير الدبلوماسي أو السياسي بانحياز الولايات المتحدة لإسرائيل إنما هو تعبير استهلاكي للشكل العام، لكن الحقيقة أنهما لا ينفصلان، وهذا هو سر دندنة السادات قديما دائما، بأن أوراق اللعبة أمريكا تملك 99% منها. أعتقد كده فسرنا للأمة أشياء كثيرة عشتها مع أهل الخبرة من الساسة والدبلوماسيين والقادة، وهذه هي الحقيقة. اللهم قد بلغت، اللهم أشهد. بشكر حضرتك يا دكتور على تواجدك معانا. يا اهلا وسهلا. بشكر استاذ اسراء، وبشكر حضراتكم، والى ديان يوم دين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.